وللحديث أكثر مشاهدين نفتح النقاش مع ضيفنا مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ينضم إلينا من واشنطن. أهلا وسهلا بك سيد جون معنا في 19 لنبدأ بهذا السجال بين الشخصين، بين بايدن ونتنياهو، هل برأيك ينعكس أيضا على الإدارتين؟ أعتقد أنه خلاف جاد وهو غير مسبوق في التاريخ الأمريكي أن نجد هناك نوع من أنواع التوبيخ لرئيس جمهوري لما قد يراه بنوع من الصراع الوجودي، ليس فقط مع هذه الحالة بل حتى مع إيران وصراعها الذي يدور بسببها في المنطقة. أعتقد أن بايدن قد حفز بسبب المخاوف الأمريكية الداخلية ويسعى للميل نحو المزيد إلى وقف ذلك الدعم أمام الشعب الأمريكي برمته الذي يعد حتى اللحظة قويا. طيب سيد جون، يعني كيف سيقوم بتعزيز هذه ربما القرارات الأخيرة؟ تحدثنا عن بايدن مع اصطدام بإجماع رافض من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري. أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن قد وضعت نفسها في هذا الموقف الحرج، وجزء من المشكلة ينبع من خلال حث الجهود الإسرائيلية لإنهاء حماس سياسيا وعسكريا، الأمر الذي مر عليه بضعة أشهر، وقد يتجاوز هذه الأزمة لو كانت هذه الإدارة تشعر بالقلق إزاء بعض التبعات الأمريكية التي تحدث جراء ذلك. لا أستطيع أن أتحدث عن الأمر الذي يحفز البيت الأبيض في هذا التوقيت، لكنني أرى بأنهم يرتكبون خطأ سياسيا فادحا في مسألة دعم مساعي الرئيس، لكن هذا سوف يرتد علينا في النهاية. كيف سيرتد سيد جون؟ يعني بأي طريقة يرتد، على الداخل الأمريكي أم عن الشق السياسي بالتزامن مع انتخابات وسباق انتخاب رئاسي قادم؟ أعتقد أن سوف يأذي بايدن في الانتخابات الأمريكية المزمع عقدها في نوفمبر. هناك مجموعة من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بدعم ترامب، وهناك بعض الناخبين المستقلين حتى بين الحزبين الذين لا يرغبون بدعم بايدن، ورغم أن مسألة المساعدات العسكرية كانت موضع خلاف كبير، لكن لا نعلم ما هو الحافز الآن خلف ذلك. يبدو أن هناك حالة من الشقاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. طيب سيد جون، يعني هذه الحالة من الشقاق هل ستنعكس فعليا في خطوات يمكن ترجمتها على الواقع، سواء في مسار العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، أم حتى على جانب المفاوضات، أم هي تبقى شكلية ربما محدودة؟ أعتقد أن إسرائيل كانت تحت ضغوط أمريكية كبيرة لبضعة أشهر بشأن طريقة إدارتها للحملة العسكرية ضد حماس، وبصورة عامة حول مسألة الحرب في المنطقة، بما في ذلك رد إسرائيل على الهجمات التي شنتها إيران بالمسيرات والصواريخ بطريقة غير مسبوقة. إن التخلص من حماس قد يكون هدفا قد حظي بدعم كبير بين عامة الناس في إسرائيل، ولا أعتقد أن
نتنياهو سوف يتراجع عن هذا الهدف رغم أنه قد تحدى بايدن. هناك ضغوط غير عادية من الجانب الأمريكي كما ذكرت، لكن هدف التخلص من حماس قد يمتد في مخيلة معظم الإسرائيليين. إذا ما كانت إسرائيل سوف تكون قادرة على الاستمرار والبقاء. طيب، ما محددات واشنطن هنا في التعامل مع تل أبيب برأيك بعد هذا السجال الذي شهدناه؟ هل ربما سيقدم بايدن على خطوات أخرى يعني جديدة فيما يخص الأسلحة وما إلى ذلك، كالتي فعلها ربما الرئيس الأسبق ريغان سنة 1982، أم ستتوقف عند هذا الحد؟ إذا ما أعتقد أن الأمر سوف يستمر في رسم تداعيات سياسية وسوف تكون سيئة بالنسبة للرئيس بايدن. أعتقد أنه قد وضع نفسه في مأزق حيث أن معظم خياراته باتت محدودة. إذا ما قلنا بأن إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسه وهذا ما ردده، فلها الحق بأن تتخلص من التهديد الذي يواجهها. ولكن عندما يقول بأنه لن يسمح لإسرائيل لدخول رفح حيث توجد حماس، فأنه يقوم بدعم فيتو لمصلحة الإرهابيين رغم أن الأمر دفاعا عن النفس لإسرائيل. ومع ذلك الولايات المتحدة لن تقبل إذا ما سعى أحدهم مثلا بتقديم أي فيتو ضدنا. طيب سيد جون، يعني المخاوف الأمريكية هي نابعة أيضا من الأزمة الإنسانية التي قد تنتج عن هذه العملية في رفح، وأكيد يعني حضرتك تابعت يعني كل ما جرى بعد هذه الحرب وما نتج عنها، وبالتالي نحن نتحدث عن مكان يتواجد فيه أكثر من 1.5 مليون نازح. هذا صحيح. أعتقد من المهم أن نشير إلى أنه من هو الشخص المذنب أخلاقيا في تعريض السكان المدنيين للخطر، ومن الواضح أن حماس التي قامت بإظهار حسا بربريا غير موجود في الأوقات المعاصرة، التي حتى أنها تقوم باستخدام الغزيين كدروع بشرية. أعتقد أن اللوم هنا يقع على عاتق حماس لأنها تعرضهم للوجود في أماكن يمكن من خلالها اشتداد حدة المعارك، وهم لا يسيئون استخدام الإسرائيليين بل يسيئون استخدام بني جلدتهم من الفلسطينيين. طيب سيد جون، الآن يعني كما تفضلت وقلت بأن رئيس بايدن في وضع صعب، سواء فيما يعني يقابله من رفض شعبي ويعني هذه الاحتجاجات في الجامعات والتي امتدت إلى الثانويات وما إلى ذلك، ومن أيضا الضغوطات من قبل الحزبين عن التعامل مع الإدارة الإسرائيلية فيما يخص الأسلحة وما إلى ذلك، ولكن أيضا يعني هناك ربما ضغوطات أيضا دولية فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية المحدقة برفح. يعني هو في خيارات ربما أحلاها مر، وبالتالي ما الذي سيقدم عليه؟ لا أعتقد أن المظاهرات في مخيمات الجامعات الأمريكية باتت كبيرة. كنت طالبا في عام 1968 عندما اندلعت المظاهرات تأييدا لفيتنام، وما نراه اليوم هو نسخة مصغرة لهذه المظاهرات بالمقارنة. أما بالنسبة للضغوط الدولية فإن البلاد عليها أن تفعل ما تراه صائبا، ومن خلال مزاولة الدفاع عن النفس ومسألة البقاء على قيد الحياة من منظور أمني. لا أعتقد أن وجهة النظر الخاصة بالأسرة الدولية سوف تؤثر على ذلك، بل إنها السياسة الأمريكية الداخلية. طيب سيد جون، يعني نختم بهذا السؤال، لماذا تم الإفصاح عن من الجانب الأمريكي يعني رسميا وبتصريحات واضحة بتقليص هذا الدعم العسكري لإسرائيل؟ هل هو يعني بعض التقارير الأمريكية أشارت بأن ذلك يصب في مصلحة بايدن، وأنت في البداية قلت العكس؟
أعتقد أن البيت الأبيض وإدارة الرئيس بايدن يرون بأن التهديدات من إسرائيل سوف تفيدهم في الانتخابات، سواء كان ذلك له أصحية من عدمه علينا أن ننتظر أن نرى، لكن العكس مما قد يفكر البعض بأن المزايا السياسية قد تعود لبايدن أثناء هذه الحملة الانتخابية. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، كنت معنا مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون.